السلام عليكم أصدقائي صديقاتي حبيبي حبيباتي وعزيزي عزيزاتي، ومرحبا بكم معايا في حلقة الثامنة من جزء أتعلم البيانو بالدارجة. اليوم غادي يكون عندكم آخر درس في ليغام، سيتادير إلا شديتو من الجزء الأول حتى الجزء الثامن شابو، من الجزء الأول حتى الجزء السابع درنا ليغام ماجور ومينور من دو حتى السي. وما تنسوش بأن هاد لي نوت نوار راه تا هما عندهم ليغام ديالهم، دونك إلا كملتوهم راه كملتو ليغام ديال بيانو كاملين. اليوم غادي نعطيكم جوج دروس في درس واحد، سيتادير غنعطيكم كاع ليغام ديال لي دييز أو ماجور إي أو مينور. علاش؟ باش نختصر عليكم الوقت، ولكن ماشي المعنى ديالها خصني نختصر عليكم الوقت هي تنعسو، كي خصكم تخدموهم. هاد لي كور اللي كنعطيكم راه ماشي كتلعبوهم مره واحده وكتمشيو تنعسو، راه كيخصهم يتلعبوا كل نهار كل نهار، حيت هما الاساس ديال الموسيقى بصفه عامه. بلا ما نعطل عليكم اليوم غادي نشدو شويه الوقت، يلاه معايا تتسويت. لي كام دييز مينور ولا ماجور كيما قلت لكم راه كنقدروا نقولوا ليها دييز ولا كنقدروا نقولوا ليها بيمول. دونك فوالا غادي نبداو بلا كام ديال دو دييز ماجور. لا كام دو دو دييز ماجور غادي يبداوها بالصبع التالي، كيما لاحظتوا معايا مشيت دو تخوا الان دو تخوا الكات الان إتو. ركزوا معايا بزاف على السبعان، دابا غنرجعوا بها. وفي الرجعة بيان سور كنرجعوا بدو الان الكات تروا دو الان تروا إتو. لا كام دو دييز مينور كبداوها بصبع تالت، دابا لا كام مي بيمول ماجور. مي بيمول ماجور كنبداوها بالسبع الثالث، رجع لا كام غي دياز مينور كتبدا بالصبع الثاني وكتسالي ب
الصباع الثالث، لاحظوا معايا. لا جام فا دياز ماجور كنبداوها بصبع تاني. لا جاب فا دياز ميلور كيبداوها بصبع تالت. لا جام سول دياز ماجور كنبداوها بصبع تالت. لا جاب سول دياز ميلور كبداوها بصبع تالت. بالنسبة للسي بيمول كنبداوها بصبع الرابع. وباش نساليو لا جام لا دياز مينور اللي كنبداوها بصبع الرابع. التمارين بيان سور كيخصهم يدارو بلا ما دغوات وبلا ما كوش. فوالا سيداتي وسادتي، كنقول لكم مبروك عليكم. علاش؟ حيت من الجزء الاول حتى الجزء الثامن هو اصعب حاجه. الا بقيتو كتخدموهم بزاف غادي يجيوكم دابا كل شيء سهل. الجزء اللي غادي يجي غادي ندخل لكم دابا في ليزاكور مينور ماجور سات ديميلويي وغاده وغاده وغاده، وغادي نوريكم عاوتاني كيفاش تعبوا ليزاكور من المورسو من الطقطق حتى
حتى السلام عليكم. كنتمنى تكون هذه الحلقة عجبتكم، وما تنسوش ليا للسبسكرايب، وما تنسوش ليا دي لايك ودي كومنتير، وبارتاجيو مع أصحابكم. في هذه الأثناء كنقول لكم بسلام عليكم ورمضان سعيد، وكل عام وانتم بخير، وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله.